حصلت على معلومة من مصادر أو بالأحرى من مصدر أثق به تماما بشأن موضوع في الواقع تم أو جرى أثناء زيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للرباط. ما هو؟ المعلومات التي تلقيتها تفيد التالي، أن بيدرو سانشيز خلال زيارته سلم وثيقة في غاية الأهمية للجانب المغربي. ما هي هذه الوثيقة؟ هي الإحصاء الذي أجرته إسبانيا في عام 1974، أي قبل أن تغادر الصحراء. هذا الإحصاء دائما كان محل تكتم شديد جدا، ولا يعرف تفاصيله قطعا، وهو الذي في الواقع هذا الإحصاء الذي يحدد بدقة من كان موجود من سكان المنطقة، وتفاصيل بطبيعة الحال. عندما نتكلم عن إحصاء نتكلم عن مسائل متعلقة بالجندر، بالنساء، الرجال، الأطفال، العمر، الذين يتم إحصائهم، عملهم، مستواهم الدراسي، كل هذه التفاصيل. السلام عليكم وتحية طيبة لكم محبين قناة كلمة كسر أينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. في هذا الفيديو غنتقسم معكم معلومة جديدة مهمة وصادمة لكل أعداء الوحدة الترابية الوطنية. طبعا هذا الكلام اللي كنتم كتسمعوا دابا تصريح هذا ديال واحد صحفي اللي هو معروف، اللي هو سوداني الأصل، مغربي الجنسية أيضا، والشغل اللي سنوات كثير في المغرب، الاسم ديالو طلحة جبريل، هو غني عن التعريف. طبعا طلحة جبريل خرج بأسرار ومعلومات مهمة احنا المغاربة ما كناش عارفينها، اللي هي صراحة يعني عجبتنا هذه المعلومات هذه الجديدة، واللي كيأكد أنه المصادر موثوقة اللي خدمنا هذه المعلومات هذه. هي فرحة بالنسبة لنا احنا المغاربة أن نعرفوا شي حاجة بحال هكا جديدة في العلاقة ديال المغرب مع إسبانيا والاعتراف الأخير ديال إسبانيا بالصحراء المغربية، وصادمة لكل أعداء الوحدة الترابية الوطنية. لماذا؟ لأن الزيارة ديال بيدرو سانشيز للمغرب، يعني من بعد ما أن أعطى الدعم ديالو المقترح حكم ذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية ومشى للمغرب، طبعا كان عنده واحد الاستقبال اللي هو استقبال مهم اللي استقبله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، واللي كان يعني استقبال كما شفتوا يعني في التلفزة وتقاسمت معكم يعني على مائدة الإفطار وتبادل الحديث إلى غير ذلك. فهذه الزيارة هذه بيدرو سانشيز سلم وثيقة للملك مهمة ومهمة وغاية في الأهمية. هذه الوثيقة هذه فيها إحصاء ديال الشعب الصحراوي سنة 1974 واللي دارته في إسبانيا، يعني قبل ما تخرج إسبانيا من الصحراء المغربية بعد المسيرة الخضراء اللي كانت يعني تحت إشراف الملك الحسن الثاني حفظه الله، واللي خرجت الإسبانيين تمايا. كانت إسبانيا دارت واحد الإحصاء سنة 1974 دقيق ومهم اللي غيفيد المغرب هذه المرة هذه. فبيدرو سانشيز منين مشى للمغرب سلم هذه الوثيقة هذه للملك. هذه الوثيقة فيها إحصاء للشعب الصحراوي الحقيقي اللي ينتمي إلى المغرب، لأن كما كتعرفوا أن من بعد ما البوليزاريو يعني مشاو لتيندوف هربوا وهجروا معهم الصحراويين اللي هربوهم معهم وبقوا تحت الحماية ديال الجزائر، فبطبيعة الحال كانوا الناس الصحراويين الحقيقيين اللي ينتمون إلى المغرب اللي كانوا تما مهجرين. فهذاك المجمع هذاك ولا هذيك المخيمات اللي هما تما، طبعا وقع واحد التلاقح، ولاو صحراويين من الحقيقيين ديال المغرب، زائد من موريتانيا، زائد من تشاد، من الجزائر نفسها، السنغال، يعني ولا واحد الكتله ديال 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 الشعب اجناس مختلفه، واللي كيسمي راسو تحت يعني صحراوي مغربي. يعني هنا هذا الاحصاء هذا اللي كياكد يعني العدد ديال البشر، نساء، رجال، اطفال، السن ديالهم، العمل ديالهم، انتماء ديالهم، مستوى الدراسي ديالهم، جميع يعني المعلومات الخاصه بكل فرد في الصحراء المغربيه واللي غيستافد منها المغرب يعني في هذا الملف هذا. طبعا كما كتعرفوا عمر هلال هو السفير والدبلوماسي المغربي واللي هو الممثل المغرب في الامم المتحده، واللي قدم يعني لائحه الامم المتحده على ان الصحراويين اللي عندهم حق الرجوع الى المغرب، لان المغرب هذه المره هذه ما بقاش غادي يسمح لاي واحد يرجع للبلاد. كما كتعرفوا في العهد الحسن الثاني حفظه الله كان يعني اصدر واحد البيان ديال ان الوطن غفور رحيم، يعني اي واحد سخن عليه الراس
ودابا الله يسامح بغى يرجع لبلاده، ان الوطن غفور رحيم، ورجعوا واحد العدد كبير ديال الصحراويين اللي كانوا كيتسلوا من مخيمات تندوف وكانوا كيرجعوا للبلاد، ورجعوا لبلادهم معززين مكرمين وعايشين بخير وعلى خير واخذين الوظائف ديالهم ما كاين حتى مشكل، وبقاو اللي بقاو، كاين اللي بقاو بخاطرهم وكاين اللي بقاو محجوزين. المغرب بما انه ولا كيربح هذا الملف هذا ديال الصحراء، وبما انه غادي يضم الصحراء ان شاء الله وغادي يسالم هذا الملف، طبعا هنا غتولي الاطماع ديال ديك الناس اللي هربوا او الناس اللي كانوا انفصاليين ولاو غادي يقولوا خاصهم يرجعوا، سواء كانوا مغاربه حقيقيين او كانوا يعني من اجناس اخرى، وغادي يقولوا نحن ننتمي الى المغرب. فهاد الحاله هذه يعني التقرير هذا او لهذا الاحصاء هذا اللي قدمه بيدرو سانشيز غادي ينفع المغرب بزاف 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 بزاف، هو في صالح المملكه وضد اعداء الوحده الترابيه الوطنيه اللي كيقولوا نحن لسنا طرفا في النزاع. هي صدمه وصدمه قويه لاعداء الوحده الترابيه، غادي ما يبقاو بلا نعاس، لان هادشي هذا حقائق اللي بدات كتخرج دابا كتبين العلاقه الطيبه بين المغرب واسبانيا، استماله اكبر لاسبانيا للمغرب، وبزاف ديال الامور اللي جايه من هنا لقدام. طبعا بزاف كيقول لك ان اسبانيا يعني كتستافد من الجزائر اكثر من المغرب بحكم الغاز، لكن اسبانيا كتفكر بالعقل ديالها، لان اسبانيا كتشوف مزيان ان المستقبل ديال المغرب، المغرب من دابا يعني واحد عدد من دابا 2050 غادي يتحكم في النظام الغذائي العالمي كامل. كتعرفوا ان الاحتياطي ديال الفوسفات اللي كاينه في المغرب منه اللي كاينه في الصحراء كيمثل 70% من الاحتياطي ديال العالم، يعني بلا فوسفات العالم غيوقف. هادشي هذا كله عندنا حنا في البلاد، اذا حنا غنتحكموا في النظام الغذائي العالمي من هنا السنوات القادمه. اذا كلشي كيتحلل بالمنطق وبالعقل وبالمصالح المشتركه. طبعا اسبانيا الهدف ديالها ان تبقى مزيانه مع المغرب وتبقى مزيانه مع الجزائر، ولكن هذه المره هذه بغات تحاول ان ترضي المغرب في الطرف هذا وفي الجانب هذا باش تسد مع الدوسي هذا وتمشي في واحد الاطار ديال يعني علاقه طيبه، وتحاول انها يعني تنسق مع الجزائر ويبقى يعني عندها بين البلدين، واخا ان الامر صعيب شويه ماشي سهل، ولكن كتشوف المصالح ديالها اولا. طبعا هذه اشياء اللي حنا كنستافدوا منها كتخدم المصالح ديالنا، حوايج اللي هي مهمه، صدمه بعد صدمه للنظام الفاسد اللي ديال اللي يعني خدام ليل نهار يصرف اموال كتقدر اكثر من 500 مليار دولار اللي تصرفات على البوليزاريو باش ان يعني تكون واحد الرباعه ديال الشلهبيه منهم عاد تسميهم دوله. اخر المطاف الحل تبخر، مشى كل شيء هباء منثورا، والصحراء للمغرب والمغاربه للصحراء، وكل شيء كيلعب في جانب في صالح المغرب. اذا هذه الاشياء اللي حنا كنفرحوا بها، اخبار جديده وزوينه اللي حنا كنستافدوا منها. واي واحد يعني كيقول لك في التعاليق بزاف كنلقى ان الصحراء سديناها ولا ما سديناهاش ولا الثروات ولا المساله ديال الملف ديال الصحراء خصنا نسدوه، واش عندنا الشفاره ولا ما عندناش الشفاره، واش كاين نهيب الاموال العام ولا هذه، هذا كلام اخر خصنا نصلحوه المغرب من الداخل. نضموا المغرب، نكملوا الوحده الترابيه ديالنا، ونشوفوا من الداخل، نصلحوا من الداخل، نحيدوا ديك السوسه اللي كاينه الداخل، ديك الشفاره الشلهبيه اللي كيسرقوا الثروات، لان هذوك بشر نقدروا نحيدوهم ونحطوا وحدهم بلايص ناس اخرين، اما الارض ما نقدروش نبدلوها. الارض خصك تجمعها، خصك تدافع على القضيه ديال بلادك، خصك تدافع على الصحراء وتقول مغربيه، وتقول يعني الصحراء ابا من ابا وكره من كره، والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، خصك تقولها وتعاودها، واخا ما خديتي والو، واخا انت مغربي وما استفدتيش من الثروات ديال المغرب كما يجب فعلا، ولكن خصك دائما تدافع على الوحده الترابيه. طرق المسمار ديال الوحده الترابيه، وديك الساعات بقى تصلح المغرب من الداخل، اما يصلحوا راسهم بيدهم، واما الشعب نفسه يساهم في الاصلاح، يعني عن طريق يعني الطرق اللي هي مسموحه بالطريقه القانونيه ان الشعب يصلح بلاده من الداخل، يحيد ديك السوسه او ديك ناهب الاموال العام، ويحط يعني ناس اخرين اللي كيستحقوا المناصب ديالهم، كل واحد في المناصب ديالو باش البلاد تطلع. البلاد حاليا تعطلات بحكم ان كاين ناهب المال، حنا ماشي بسبب ناهب المال غنكرهوا بلادنا، لا، البلاد حاجه والاشخاص اللي فيها حاجه اخرى. فهمتوا كيفاش؟ يعني هنا دائما خصنا ندفعوا الوحده الترابيه الوطنيه، وخا استفدنا ولا ما استفدناش، من بعد عاد نشوفوا الاصلاح الداخلي ان شاء الله كيفاش غنديروا معاه. هذا هو اللي خاص يكون مبدا ديال اي مغربي في اي نقطه في العالم، سواء المغاربه ديال الداخل او المغاربه ديال الخارج بصفه عامه، كل شخص يقول الصحراء مغربيه والمغرب في صحيح والصحراء في مغربها، ومن بعد يكون ان شاء الله كلام اخر. اخوان اخوات، هذا الشيء اللي قسمته معكم مهم بزاف، خصكم تعرفوه وعرفتوا انا وتقاسمته معكم، فما تبخلوش انكم تبارطاجيوه، يوصل للجميع. لايكات ديالكم مهمين باش الفيديو كيطلع يشوفوا ناس اخرين، وبارطاجيوه ايضا كيصل للجميع. اذا ما بقى لي ما نضيف كما العاده، ورحب بكل مشترك جديد، حتى في الفيديو القادم الا كان شي جديد اخر غادي نتقاسم معكم ان شاء الله في القناه هذه. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.